استنى ايه واحنا جينا عشان نستنى هنا؟ لا يا سيدي استنى يا سيدي استنى ايه؟ ده وقت استنى هحكي لك. تعالي تعالي السوسته. ايه هي فين السوسته؟ انت غيرتي مكانها. ده وقت مفاجاه يا بنتي. تعالي بس هقول لك. لا الناس تشوف. شفنا احنا في امن مكان في مصر. تعالي خد. ايه اللي جاب الالترا هنا؟ بتتفرج عليها؟ اجري يا بنت الفقريه، محافظه الجيزه بتتفرج. جرى ايه يا عم حسام؟ انت ركبت ولا ايه؟ يا فندم والله انا ما عملت حاجه. ايوه بس اخوك عمل. والله ما لحقت. انا هحكي لسيادتك اللي حصل بالظبط. انا دخلت لقيتها مغمى عليها وممدده على الارض، خفت بقى تبقى قاطع النفس، حطيت راسي على صدرها كده يا فندم، لقيت العفريته فيها نفس، شكيت قلت اعدلها بنفسي عشان اتاكد. وانا بعدلها يا فندم صدرها جه في صدري. لا يا باشا، ببص ما لقيتش وش، لقيت شعر. انا اتخضيت بقى، قلت ايه ده؟ اتاري شعرها مغطي على وشها. رحت زي خصله الشعر من على خدها. بص يا باشا، ورحت نازل بايدي على رقبتها اشوف في نبض ولا لا زي الافلام. لقيت رقبتها دي يا باشا نار نار. وبعدين اتلسعت. لسه بقى هحط شفايفي على شفايفها عشان عشان اعمل لها تنفس صناعي. سيادتك دخلت وبوظت كل التجهيز. قصدي يعني لما شافت هيبه سيادتك فاقت. بلا فاقت بلا زفت. خد اخوك وتفضله بره. بره ليه بس؟ طب حط نفسك مكاني. سيادتك في مكان ضلمه ومعاك واحده زي القمر. اوام ايه؟ جسم ايه؟ بص يا سيادتك اسامه تعالى كده. بص يا سيادتك بص اصيد المدير نعرفه. بذمتك بقى يا فندم، دي واحدة حد يتخلى عنها ولا ما تتسابش؟ يا فندم البنت تعبانة وأنا تعبان وأنا كمان تعبانة يا سيد. خلاص يبقى احنا التلاتة عايزين مكان. بس ده فعل فاضح. فاضح ايه يا فندم؟ استغفر الله العظيم يا رب. الله، احنا أولاد ناس يا برنس الفن. أبونا الحاج مربينا أحسن تربية، الفرض ما بنفوتوش. احنا جايين نبهدل. الله. ألو. ألو يا سيد، الحقني انا اتمسكت. ما بيردش. الو الو. الله، انت مسمعني ولا ايه؟ يالا بقول لك اتمسكت اتمسكت. انت كمان اهو الحاج اتمسك. مش بقول لك عيله تشرف. تخلص ورديتك وتروح على البيت عشان تطمن مرات ابوك اخوك. ما تجيبش اي سيره لحد ما اشوف اذا كنت هعرف ارجع بيه النهارده ولا لا. طب فهمني انت رايح له فين بس؟ فرك الكعب لحد اسماعيليه وهرجع لك. اسماعيليه؟ طب هتبعك بالتليفون. قول يا رب، عيلة ما يعلم بيها الا ربنا. يا معالي الباشا، هابي نيو هير. والله انا مقدر الظروف، عشان كده انا ما زعلتش عن اعتذار معاليك عن حضورك الليله. ايوه يا سامح، عايزك انت ومجد وانور حالا على مديريه امن اسماعيليه. عبد العز دفروا اتقبض عليه وفي طريقه للمديريه. اتصرفوا بسرعه، حاولوا تطلبوا الموضوع قبل ما تعمل له محضر. ايوه احنا بنشوف حد من حبايبنا بنكلمه. لا لا ابدا خالص. المهم ان في حد من اصدقائنا، حد محترم جدا بيشتغل في التصدير، يظهر ان في حد من حزب اعداء النجاح عمل له ملعوب عشان يطخ له اسمه وسمعته. باختصار عشان ما اطولش على معاليك، اسمه ابو العز الضفراوي، من كبار مصدري البطاطس، ماسكينه في كمين على طريق الاسماعيليه. في انتظار تليفون معاليك. اكون شاكر جدا. ايه ده؟ ايه في ايه؟ الحال يا سيدي سليمان، دكتور بسرعة. أمرك يا باشا. مالك يا ريهام؟ استر يا رب. يعني إيه هربوا بالبضاعة والفلوس؟ إزاي في وسط القوات دي كلها؟ يا فندم دي كانت حرب. إحنا أول ما بدأنا الهجوم لقينا الرصاص نازل علينا زي المطر من كل حتة. دول كان معاهم ترسانة أسلحة يا فندم، جرينوف وأر بي جي وآلي. الخسائر عندك قد إيه يا حضرة الضابط؟ في أمين شرطة استشهد يا فندم، وثلاث عساكر إصابات خفيفة، والرائد شريف معروف استشهد يا فندم. والمهربين؟ مسكنا ابو العز الضفراوي وثلاثة من حراسه، وفي اثنين مصابين واربعة من عندهم ماتوا. حاضر يا فندم. أوامر معاليك يا فندم. خير يا فندم. الرائد شريف جوز أختك، تعيش أنت. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قتلوه؟ قتلوا الكفرة؟ طب وولاده؟ ولاده اللي قاعدين في البيت دول أقول لهم إيه؟ ده أنا قايلة لهم ما يناموش عشان نحتفل سوا بالسنة الجديدة. يا شريف، يا رب. صلي على النبي يا منار. مش كده، هو دلوقتي في مكان أحسن بكتير. ما تعمليش في نفسك كده يا حبيبتي. لا إله إلا الله، اهدي شوية يا حبيبتي. بعدين بقى يا منار، خليكي جامدة. مش كده، هو من رحمة ربنا إن الولاد لسه صغيرين مش حاسين بحاجة.
واحنا جنبك مش هنسيبك. نشوى خليكي معاها. تلاقيش يا منار، حق شريف هيرجع وانا اللي هجيب. الحمد لله الجنين بخير والحاله مستقره. الف حمد وشكر ليك يا رب. امال حصل ايه يا دكتور؟ حاله القيء اللي حصلت لها انقذتها من حاله التسمم. تسمم؟ مش ممكن. انا متاكد انها حاله تسمم وان شاء الله هتبقى كويسه باذن الله. اتفضل. شكرا يا دكتور. سلامتك حبيبتي. الله يسلمك. اتفضل يا دكتور. اتفضل. سلامتك يا ريهام. الف سلامه. الله يسلمك حبيبتي. انزل انت يا حبيبي كمل سهرتك، كفايه اللي حصل. قول لهم ان انا بقيت كويسه. طب اقعد معاكي شويه بس عشان اطمن عليكي. ما تقلقش يا بابا، انا هفضل معاه لغايه ما برضه اللي عند باسانت ده شبه تسمم. اكيد الاكل كان فيه حاجه. انا شاكك ان المقصود كان جمال السكري. في حد تاني من ضيوف اشتكى؟ كلهم زي الفل سعادتك. مش يمكن يكون الولد الويتر ده اللي كان معاك كاميرا عمل كده عشان يلخمنا ويحط له حاجه في الاكل؟ انت اتاكدت ان الولد اللي لقوه تحت في المطبخ صحفي فعلا؟ لولا بطاقته وكرنيه واكده كده كان زمان سعادتك دلوقتي بتقرا عليه الفاتحه. لو سمحتوا لي يا جماعه من فضلكم انا عايز اعتذر لكم، بتاسف لكم جدا، وريهام كمان بتعتذر لكم. انتوا عارفين اخر ايام الحمل دي بتبقى سخيفه قد ايه. على كل حال الحمد لله هي كويسه دلوقتي وبسنت معاها فاضتها. من فضلكم كملوا السهره زي ما انتوا عايزين بليز. ده عندي ولا ايه؟ انت اللي بتسالي؟ ايوه انا اللي بسال. أصل عينيك بتقول غير كده خالص. عينيك بتقول إن كل اللي أنت قلته لضيوفك من شوية كذب. الله 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 الله. أنتِ هتغيري نشاطك ولا إيه؟ هتسيبي الفناجيل وتمسكي في العيون؟ عموماً كلها شوية وفنجالك يبقى بين إيديا. أكيد هيقول لي على الحقيقة. أيوة يا ابني، أنت فين يا سمعة؟ أنا أحلق في سماء المتعة الحرام. يعني أنا في التمام وآخر انسجام ومستني البيرة بعد ما رفعت جوزين الحمام. لو إن أنت محسس إن أنا طالب برنامج براعم المستقبل. يا ابني أنت فين؟ أنا مزنوق فيك خلصني. البت برضه بتقول لي إن أنا زي القمر، وأخلصك إيه؟ ده اللي مزنوق ده بقى جامد أوي يا سايكو. الله يحرقك يا ابني، ركز يا بابا، ممسوك في إسماعيلية. عدي عليا خدني من عبد المنعم رياض، هما ساعتين زمن، هنروح إسماعيلية رايح جاي. هذا الرقم الذي تحاول الاتصال به غير موجود في نطاق الدنيا. حاول اتصال لما